بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يا رب بخير جميع. إجا مع هذا الإيفنت يا جماعة، اللغة HTML بتخليك بتدي لك الأبيليتي إنك تإكسكيوت كود لما إيفنت معين يوقع على إلمنت معين من عناصر HTML. وإحنا هنشتغل المثال البسيط بتاع البوتونز يا جماعة، تمام؟ اوكي جميل. خليني طيب انا في المارك اب في الكود HTML عملت هيدنج بس، والهيدنج سميته H1 ومكتوب فيه اي ام هيدنج، وده اللي هغير لونه باربع زراير مثلا، كل زرار هياخد لون معين لما اضغط عليه ضغطه معينه. ده المثال بتاعي. فانا هدرج اول زرار، يعني هشتغل على بوتون عادي، ويعني مش هنحاول نخلي الامور صعبه، هنحاول بس نخلي الامور سهله وبسيطه. فانا هسمي مثلا الزرار ده ريد، تمام؟ اوكي. البوتون ده هياخد طيب الكلام بتاع HTML ايام زمان، ها بوتون، وهناخد الايفنت اون كليك. انا اظن ان احنا اتكلمنا عن الايفنت اون كليك قبل كده، فمش اول مره نحكي فيه، تمام؟ انا بس كل قصتي ان انا لما اون كليك على الايفنت ده انا كنت استخدمته فانكشن، هيجي تبع مساله ان احنا نعقد المواضيع الامور يعني سنه بسنه، او صعبها نصعبها شويه بشويه. بس دلوقتي مش راح نستخدم الجافا سكريبت او السي اس اس، هنكتب الكود كور نفسه داخل اتش تي ام ال، تمام كده؟ فهنقول مثلا يا مستند دوكيومنت، نادي على المستند عايز دوكيومنت، عايز ايه من المستند؟ دوت جيت element by id، تمام؟ get element by id عايز مين انا element؟ الاليمنت اللي فوق الاي دي بتاع اتش، تمام؟ اوكي. فانا افتح البرنتسيس تبعي، وخد بالك بالله من موضوع الكولن والسيمي كولن والكلام ده، ها انا 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 حاطط سنجل سيمي كولن وموجود انا جوه الاون كليك معايا اثنين دبل كوتس، انا اسف يا ربي انا اقصد مساله الكوتيشنز، تمام؟ دبل كوتس اللي هو جوه الاون كليك، تمام؟ جميل. ابتدي دوت وانادي على مين؟ على الستايل دوت، عايز ايه بالستايل؟ عايز الكلر، انا هغير الفول جراوند كلر، تمام كده؟ اوكي يساوي، واحط المره دي ايه؟ انا اخري بيكون سنج دبل كوتس، فاحط سنجل كوت، تمام يا جماعه؟ وابتدي اكتب اللون ده ريد، فانا هخلي الزرار ده يتخص مثلا بريد. لو انا عملت كنترول اس دلوقتي حاولت نشوف القصه ايه؟ ايه فيها؟ وانا عملت ريفرش ادي الزرار بتاعي، لو انا ضغطت عليه كليك هلاقي ان النص اتحول للون الاحمر. هنحاول مثلا نعمل دبليكيت للكلام ده إيه؟ مثلا ما شاء الله من المرات نخلي مثلا ده يلو، ده مثلا ماجنتا، ده مثلا اي شيء سيان مثلا، نسيت الالوان. هي الكلام ده كده كده شغل السي اس اس، انا هاخد الكلام ده بكابي عشان اغير في المحتوى. ادي كنترول في ماجنتا يلو، عملت كنترول اس، نحاول نشوف التأثير بتاعه. عندنا أربع زراير بيخلوا لك ريد، يلو بيخلوا لك يلو، ماجنتا بيخلوا لك ماجنتا، وسيان بيخلوا لك سيان. ده المسألة اللي بتوقع عليها باستخدام الايفنتس أو الايفنت بتاع اتش تي ام ال. فالدوم بتخليك إنك ممكن لما يوقع ايفنت معين زي مثلا أون كليك يحصل حاجة معينة في موسيقى معينة. سبحان الله وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.